بدون تمثيل رسمي وبدون مدرجات أو ملاعب خضراء، تخوض فرق المهرة دورياتها الخاصة وتنظم فرقها الرياضية وتقيم البطولات. وفي الملاعب المفتوحة بالمحافظة الساحلية تمتزج الرقصات الشعبية مع الألعاب الرياضية، ويأتي الأهالي من مختلف المناطق لمتابعة المباريات المقامة في أرض ترابية. وفي مديرية الغيضة وحدها يوجد 6 أندية جميعها تعتمد على الدعم الذاتي في ممارسة الأنشطة الدورية، وتكتفي بتجهيزات بسيطة تزود بها اللاعبين. كما تمتلك مناطق سيحوت وحوف وحصوين أندية خاصة لا تحظى بأي نوع من الدعم الرسمي الكافي. وعندما تسافر هذه الأندية إلى مركز المحافظة لخوض المباريات، فإنها تكون مرفقة بجمهورها ومشجعيها الذين يتركون كل شيء لأجل التشجيع الرياضي ومشاهدة مباريات لا يتم نقلها تلفزيونياً. ويعد فريق فرتك الرياضي وشباب الغيضة والمسيلة واتحاد الوادي من أكثر الفرق الرياضية إحرازاً للانتصارات على مستوى المحافظة. لم تتوقف الأنشطة الرياضية في المحافظة خلال الحرب التي تشهدها البلاد، بل إنها كانت متنفساً وهروباً من الواقع الأليم الذي يسود معظم المدن اليمنية الأخرى.